ورشة الحماية الاجتماعية للفلاحين، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب المحترمين طرحهما دفعة واحدة ليكون كذلك الجواب واحدا. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. تفضل سيد النائب. صوت عن الإجراءات المتخذة من أجل تعميم ورشة حماية الاجتماعية عن فئة الفلاحين، نسائلكم سيد الوزير. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في إطار سعي الحكومة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه صاحب الجلالة وجعلت منه الحكومة إحدى الأولويات، نتساءل السيد الوزير عن التدابير الكفيلة بتسريع الحماية الاجتماعية للفلاحين، وشكرا. تفضلوا سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس المحترم. سيدات والسادة النواب المحترمون، فتعميم الحماية الاجتماعية هو ورش كبير لتفعيل توجيهات الملكية السامية، ويعد من أولويات ديال التزامات ديال البرنامج الحكومي كمدخل أساسي للنهوض بالعنصر البشري، وهو بالنسبة للعالم القروي ركيزة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين والساكنة القروية بصفة عامة، وكذلك هو أولوية قصوى للوزارة في إطار الأساس الأول للاستراتيجية ديال الجيل الأخضر ديال التنمية الفلاحية في العشر سنوات المقبلة، من خلال العمل على خلق وإبراز جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى، والتنزيل الالتزامات ديال الدولة. تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين، وتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات اللي كتهم يعني اللوائح ديال الفلاحة، وكترتكز المنهجية ديال العمل بالتنسيق مع طبعا كل القطاعات ومع المهنيين على محورين رئيسيين. اولا التدابير ذات الطابع القانوني، كانت المصادقة على المراسيم ديال التنزيل وتطبيق القانون الإطار للتغطية الصحية ونظام المعاشات، وتحديد ديال فئات الفلاحين والقيمة ديال المساهمة ديالها. هذا هو بيت القصيد، وهذا هو اللي هو مهم جدا، حيث تم تحديد 9 فئات حسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور. ثانيا التدابير ذات الطابع المؤسساتي والتنظيمي، إدراج مهام جديدة لقطاع الفلاحة وإحداث مصالح جديدة على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي لتفعيل وتتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحة، ووضع كذلك واحد الآلية ديال التنسيق مع كل الجهات. في هذا الإطار تم عقد الاتفاقية ديال الشراكة مع الصندوق يعني الوطني للضمان الاجتماعي اللي كتحدد الشروط والكيفيات الخاصة بتبادل المعطيات لأجل تسجيل الفلاحين. فكنعرفوا بأن العدد الإجمالي المستهدف هو 1,600,000 فلاح، ولحد الآن اللائحة الأولوية كتضم 1,100,000 فلاح، واللي بعد تبادل ديالها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين بأنه بعد التأكد من الموثوقية عندنا تقريبا 800,000 فلاح اللي هو مسجل، وتقريبا 1,000 فلاح اللي شرعوا في أداء ديال المستحقات ديالهم. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ إذن شكرا سيد الوزير. تفضل سيد. شكرا سيد الوزير على هذه المعطيات التي تقدمتم بها والتي توضح استراتيجياتكم الحكومية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية. فعلا سيد الوزير، هذا الورش هو واحد من الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تكرس مفهوم الدولة الاجتماعية، ونغتنم هذه الفرصة لنتمم كل الخطوات والإجراءات السريعة التي قامت بها الحكومة تفاعلا مع الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية بصفة عامة والحماية الاجتماعية للفلاحين بصفة خاصة. هذا العمل الحكومي التي يعتمد على الأفعال والعمل الميداني وليس على الكلام فقط. سيد الوزير، الفلاحين وأسرهم مسرورين بهذا الورش
متعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله وحزم جدية الحكومة، سيكونون مطمئنين على وضعهم الاجتماعي. إن الحكومة صادقة في تنفيذ برامجها والتزاماتها الاجتماعية بالرغم من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والسياق الدولي المضطرب، ولا أدلى على ذلك مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 الذي التزمت فيه الحكومة بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، مصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي والدور الذي سيلعبه على مستوى إعداد وتقييم السياسات العمومية الفلاحية، والذي سيوفر معطيات حول الفلاحين لتسهيل تنزيل الورش الملكي. السيد الوزير، يبقى أمامكم تحدي التنزيل والتفعيل لهذا الورش الملكي الكبير، ونحن واثقون من قدرتكم على هذا التحدي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة الفلاحين. هل من تعقيب سيد الوزير؟ نقول بأنه لحد الآن هذا العدد الهائل اللي تسجل. نعم. هذا من تعقيب، قبلوا تعقيبات، بقيش تعقيب؟ نعم. تفضل سيدي. ما تفضل. واخا نشكركم سيد الوزير على هذه الرؤية الاستراتيجية لصالح هذه الشريحة الاجتماعية، والتي تجسد بحق إرادة الحكومة القوية في ترجمة العناية الملكية الخاصة لساكنة العالم القروي. ولكن سيد الوزير، نطالبكم وندعوكم من الابتعاد عن الحلول المرحلية والترقيعية التي أبانت عن محدوديتها في ترسيخ دعائم التوازن الاجتماعي المنشود. وخصنا ندرسوا واش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قادر بمواكبة هذا الإصلاح. كاينين جوج نقاط سيد الوزير، العمال الموسميون وكيفاش غادي نعملوا ليهم، والمادة 17 من مدونة الشغل وكيفاش غادي نتعاملوا معها في هذا الإصلاح. وشكرا جزيلا. تفضلوا سيد الوزير. فشكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون. فالحكومة خذت هذا الورش كورش يعني اللي عنده الأسبقية وأولي، والفئة ديال الفلاحة هي الفئة الكبيرة 1,600,000، والمرحلة الحالية اللي وصلنا 1,100,000 هي مرحلة جد مهمة والعمل مستمر. والحكومة خذت هذا الورش بجدية وغادي يوصل إن شاء الله، وغادي تكون يعني واحد من الركائز ديال الدولة الاجتماعية. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ صافي صافي.